كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المملكة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار خلال محاولة كل من مبعوثي الشخص إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا وألكسندر إيفانكورا إسبات المينورسو وقائد قواتها الجنرال فخر الإحسان تقديم اقتراح لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم. وجاء في تقرير الأمين العام الأمم المقدم للجمعية العامة الذي يتناول الفترة بين 1 يوليو 2023 و 30 يونيو 2024 أنه أواخر شهر فبراير من العام الجاري بادر دي ميستورا وممثل المينورسو إلى توجيه اقتراح لوقف إطلاق النار في شهر رمضان إلى كل من القوات المسلحة الملكية المغربية وجبهة البوليزاريو الانفصالية. وكان رد الجيش المغربي هو التزام الرباط باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1990. وبحسب المصدر ذاته الذي اطلعنا عليه فإن رد الجانب المغربي شدد أيضا على أن المغرب له الحق في الرد على أي حوادث تتسبب فيها جبهة البوليزاريو مقابل استمرار الأخيرة في مبرراتها منذ خرق الاتفاق سنة 2020 حين حرر المغرب معبر القرقابات. وبخصوص وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف نبه الأمين العام الأممي إلى الوضع الخطير الذي وصل إليه تمويل الاحتياجات المستمرة رغم ما وصفه بالدعم السخي الذي تقدمه الجزائر وجهات مانحة أخرى. وهذا يتزامن مع استمرار تطرق تقارير استغلال الجبهة المساعدة لأغراض شخصية. التقرير تناول أيضا زيارة قامت بها قوات المينورسو رفقة القوات المسلحة الملكية إلى الجدار الرملي تحديدا بمنطقة المحبس وطالعت وجود آثار ذخائر الهون المتفجرة وهي من الأسلحة التي تعتمد عليها الجبهة الانفصالية في وقت تطرق غوتيريش إلى هجوم الصمارة الإرهابي. كشف أن بعثة المينورسو تابعت بعد الهجوم أنباء عن طلعات لطائرات مسيرة مغربية شرق الجدار الرملي مؤكدة أنها لا حرز بعد الخسائر. ويقول غوتيريش في تقريره إن الفترة التي شمل هذا التقرير عرفت انخفاض حدة التوتر الأمني بالمنطقة. وعلى صعيد آخر أكد الأمين العام الأممي أن مجلس الأمن يتناول ملف الصحراء باعتباره مسألة تتعلق بالسلام والأمن داعيا في قراراته إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول عادل ودائم. وفي آخر قرار تمت الإشادة بمقترح حكم الذات المغربي الذي هي القادة عاما متواصلة من أعضاء المجلس تحت السيرة المغربية آخرهم فرنسا. ومع تناوله الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي للصحراء ستيفان دي ميستورا التي شملت وفق المعلن عنه الأطراف الرئيسية الأربعة للنزاع وأول الجزائر إلى جانب بريطانيا وروسيا وأمريكا وإسبانيا كشف التقرير عن لقاءات تمت مع مسؤولين فرنسيين كبار شهر مارس المنصرم في وقت تطرق أيضا لزيارة إلى جنوب إفريقيا التي رفضتها الرباط. واعتبر غوتيريش في تقريره أن دي ميستورا تلقى تأييدا واسعا خلال جميع زياراته وأيضا أثناء تقديم إحاطته أمام المجلس الأمني في أبريل الماضي. وفي الأخير عبر غوتيريش عن قلقه من التطورات التي يعرفها الملف مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لعقد مفاوضات تضم جميع المعنيين بالقضية شريطة مشاركتهم جميعا.